هقول للناس المشاهدين واللي هو الاهلاويه الجامدين قوي قوي، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، وعيد على امي، ربنا يديكي الصحه يا امي آمين يا رب. ويخليكي لينا. يا رب. انت ام عظيمه الحمد لله، يعني ربتنا يعني ما عندناش عقد ولا كلاكيع ولا اي حاجه كده الحمد لله. واقول لعبير اختي كل سنه وهي طيبه، والعيد احنا عامه الحمد لله بنتجمع دايما مع بعض الحمد لله، يعني وجوزي واولادي اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والعيد حلو بيكم، يعني هو عيد عشان انتوا معايا فيه. وحلو بيك انت ومنوره الدنيا ومنوره قناه الاهلي، بس برضو مش هسيبك وهكلمك في الكوره برضو. شايفه بطوله الامم الافريقيه اللي جايه هتروحي؟ يعني لو جات لك فرصه تروحي الماتشات الافتتاح النهائي تحبي تروحي؟ مش عارف. تاخدي الاولاد وتروحي؟ انت عارف ان انا عمري ما روحت استاد اصلا. انا عشان كده بسالك والله العظيم. جوزي وداني في باريس، ما تسالنيش ليه، ولقيت هي، قلت له ده انا عرفت بقى الموضوع. لقيت ان المصريين زي هنا زي هناك، ده ما فيش فروق. جمهور الكرة واحد. لا لا الكوره جنان جنان. يعني انت مش عايز ما نفسكيش انك انت تبقي موجوده؟ انا خايفه اتضرب. بقول لك ايه، انا ضرب ما فيش ضرب، الضرب احنا اللي هنضرب الفرق اللي جايه كلها وناخد البطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. نتمنى يعني ده يحصل. يعني لا ان شاء الله انا هجيب لك دعوه لغايه عندي كنت اذاكر. تروحي ما تروحيش تصبري. هنروح على البلد الليله. طبعا اروح البلد، عايد مع الحبايب هناك، وكل سنه والحبايب طيبين، في كل الجمهور نادي الاهلي وكل المصريين بخير يا رب، وعد عليكم بالصحه وراحه البال، وان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. هي صعبه، صعبه جدا كمان، الفرق اللي معانا جامده جدا، بس احنا نقدر دايما ان شاء الله. نورتني يا استاذ صبري، وسعيد جدا بلقائك ده، وعيد علينا فعلا وجودكم كان موجود معانا هنا. ان شاء الله يعني نورتوا الحلقه ونورتوني، نورتوا قناه الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، النادي كله فرحان بيكم النهارده. رانيا يعني انا عوده الندل بعد 20 سنه مثلا. اول مره اخش بعد 20 سنه. قد ايه ان انا سعيد شفتك، ودايما من عمل رائع لعمل رائع. اشكرك. وكل اللي بتمناه ليك ان شاء الله ان انت تطلعي كل اللي عندك في الاعمال اللي جايه ان شاء الله. وانا بتمنى الاهلي يفرحنا بالدوري بقى كده. ان شاء الله باذن الله. عمر.